الفن رسالة خالدة ما بين الحقيقة والإدعاء. هذه الأسئلة وغيرها هي محور لقائي بالمشاركين في فيلم كازابلانكا. مساء الخير عليك. الله يخليك. مبروك على الفيلم الجديد. الله يبارك فيك يا رب. الفن رسالة خالدة، هل الجمهور جزء من ذلك الخلود؟ يعني هو الفن بشكل عام هو زي ما تقولي هو الحقيقة. أميرجي الحقيقة وراء الواقع اللي احنا بنعيشه. يعني هاي هي رسالته، هو الروح وراء واقع احنا بنعيشه. ما يقدمه الفن اليوم متوافق مع تطلعات الجماهير ام انها مجرد جرعه تنسيه همومه ليصبح الفن مجردا الا من الترفيه لما يقولوا لك انترتينمنت؟ لا، هو شوف، مبدا التسليه في الفن ما بيقللش من قيمه الفن، بس مبدا التسليه فقط لاجل التسليه هو اللي بيقلل من قيمه الفن. الفكره انه لازم تحقق التسليه بمتعه بمستويات معينه، فكلمه تسليه في الفن او الانترتينمنت ما بيقللش اي شيء من الحاله الفنيه. كم بتقيم كمشاهد كازابلانكا؟ لا، كازابلانكا صعب أقيم في الفترة هاي، صعب أقيم. خليني أطلع من التجربة تماما وأقيمها، راح أقيمها بشكل حقيقي يعني. بس في المرحلة هاي وأنا بحتفل بفكرة النجاح وردة الفعل، يمكن تاخدني هاي الحالة فما أكون عارف أقيم بشكل حقيقي، بس أكيد في لحظة تقييم دائما كل مرة.